السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء. مرحبا بكم في هذا البث المباشر الذي سنخصصه للانتخابات التشريعية في المغرب. حلقة اليوم ستكون إن شاء الله هي فاتحة حوارات التي سوف نجريها كل يوم أحد نهاية كل أسبوع، واليوم نحن الأحد 22 غشت. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا لهذه الحلقة السيد حسن أبو عقيل، الذي ننتظر اتصاله أو ربط الاتصال بنا بعد قليل. إذا مجموعة من المواضيع التي سوف نتناولها تباعا إن شاء الله في هذا البرنامج، برنامج عدراوي لايف الذي تبثه جريدة الصحافة الإلكترونية، وأنا دائما سعيد بأن أكون معكم. إذن فقط للإخبار، حلقة الأسبوع المقبل ليوم الأحد المقبل إن شاء الله سوف نخصصها للحديث عن الوضع في الشرق الأوسط في ظل عودة حركة طالبان إلى أفغانستان، وسيحضر معنا نخبة من الأساتذة الأجلاء من جامعة لافال رؤساء الأقسام. وأيضا نحن بصدد تقديم دعوة لأحد المراسلين من عين المكان، أي من كابول من أفغانستان، الذي نتمنى أن يسعفه الحظ بأن يكون ضيفا معنا هو الآخر في هذه الحلقة. وأيضا سيشارك معنا في هذه الحلقة أحد الأطر المغربية الشبابية لخلق هذا النقاش العابر للقارات بين كندا، أفغانستان والمغرب. إذن حلقة اليوم نخصصها للحديث عن الانتخابات التشريعية في المغرب، وهذا اللغط الذي يتبع الانطلاق المبكر لبعض الأحزاب السياسية في حملة انتخابية واضحت المعالم حتى قبل الإعلان القانوني لبداية هذه الحملات الانتخابية. إذن هناك خرق لقانون الانتخاب، وهناك إلزامية لتدخل الجهات الوصية على الانتخابات في المغرب من أجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات، لأنه في البلدان التي يحترم فيها السياسيون شعوبها لا يمكن لأي حزب سياسي أن يدخل في حملة انتخابية إلا عندما تعلن الجهات الرسمية عن بداية الفترة المخصصة لهذه الحملة الانتخابية، ويتوقف الجميع مع نهاية هذه الفترة. لكن ما نلاحظه في المغرب هو أن مجموعة من الأحزاب السياسية قد أطلقت العنان المناضلين التابعين لها وأيضا لرؤساء الأحزاب بأن يقوموا بحملة سابقة لأوانها على قنوات التلفزة العمومية ولقاءات في ظل جائحة الكوفيد في عدة مدن مغربية. وهذه الأمور كما قلت يعني أمور غير مقبولة بتاتا. إذن كما قلت ننتظر التحاق ضيف الحلقة سي حسن أبو عقيل بنا للمشاركة في هذه الحلقة، حلقة اليوم بخصوص الانتخابات المغربية. والسؤال الذي نطرحه عليكم اليوم هو: من هي الشخصية التي ترشحون لاعتلاء هذا المنصب، منصب رئاسة الحكومة المغربية، وفي ظل الحديث عن إمكانية فوز حزب الأحرار بالانتخابات المقبلة ووصول عزيز أخنوش إلى رئاسة الحكومة، السؤال الكبير المطروح هو: لماذا هناك يعني معارضة كبيرة وشرسة
في وسط عامة المواطنين بأن يصبح عزيز أخنوش رئيسا للحكومة. لماذا يعارض عدد كبير من المواطنين المغاربة وصول عزيز أخنوش لرئاسة الحكومة؟ اليوم السيد العثماني يتلقى وبلا من الانتقادات بسبب مستواه الضعيف في الأداء كرئيس للحكومة، والرئيس المقبل حتى قبل تعيينه، لأن هناك مجموعة من الأشخاص الذين يراهنون على وصول عزيز أخنوش، وحتى قبل وصوله إلى هذا المنصب هناك لغط كبير يسبق فوزه بالانتخابات إن كان له ذلك. إذن ما هي الأسباب التي تجعل عدد كبير من المواطنين المغاربة يتخوفون من وصول عزيز أخنوش إلى رئاسة الحكومة؟ يعني نتذكر مجموعة من المواقف التي خلق من خلالها عزيز أخنوش نوعا من التشنج في العلاقة مع عموم المواطنين، وذلك من خلال تعبيره الذي لم يكن موفقا فيه، حيث قال بأنه يعزم إعادة تربية المواطنين المغاربة، ومرة أخرى يهدد بمتابعة كل من يقول بأن لديه ضيعة، ويعني مجموعة من زلات اللسان التي صدرت عن عزيز أخنوش، والتي قد تعبر عن النوايا التي قد لا يعبر عنها جهرا إذا ما وصل إلى رئاسة الحكومة. أيضا هناك الحديث عن 1700 مليار الذي يتردد على كل الألسن وفي كل المناسبات. هذه الدراسة التي أجراها برلمانيون من البرلمان المغربي، وخلصت هذه الدراسات إلى أن من يتاجرون في المحروقات في المغرب ويتزعمهم عزيز أخنوش قد تحصلوا على مبلغ 1700 مليار من دون وجه حق، وعليهم إعادة هذا المبلغ إلى صندوق خزينة الدولة، وهذا الأمر لم يحدث. إذن هناك مجموعة من الأمور. يقول سي عبد الكبير أمنطاق بأن أخنوش هو رئيس الحكومة المقبلة بدون شك. إذن أتباع عزيز أخنوش يقولون بأنه هو رئيس الحكومة المقبلة، وعدد كبير جدا من المواطنين المغاربة يقولون بأن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه ولن يكون. إذن في ظل هذا القيل والقال وهذه التكهنات، من هي الشخصية التي ترشحونها أنتم لرئاسة الحكومة المقبلة؟ وسي بوهدي ككل أتباع الأحزاب، يعني نفس الطريقة في التعليق، حزب العدالة والتنمية بمجرد ما كتتكلم على بن كيران تقول لك أنت مع من خدام. الآن نفس الخطة كينجوها أتباع حزب الأحرار، مجرد ما كتتكلم على أخنوش أو تحاول أن تفهم الوضع الذي يتواجد فيه أخنوش واشتي أهله باش أنه يكون رئيس حكومة، تيبقاو يسولوا شكون هي هذه الجهة اللي ما بغاش أخنوش يوصل. إذن دائما كان ديك لا تيوري دو كومبلو، دائما كاين شي ناس من الفضاء يتحاملون على الشخص اللي هما أتباع ديالو. إذن ما كاين حتى شي حد كيحرض حتى شي حد، كاين مواطنون مغاربة من حقهم أنهم يطرحوا تساؤلات، أنهم يتساءلوا وأنهم يعرفوا حقائق الأمور، وملي يوصل الشخص إلى رئاسة الحكومة يعرفوا مع من كيتعاملوا وشكون هو الشخص اللي يترأس الحكومة. سي هشام أغازور كيقول نزار بركة، وحتى أن بعض يعني الأتباع ديال حزب الأحرار عينوني عضو في حزب الاستقلال بلا ما نجيب خبر، يعني من النهار اللي جريت الحوار مع السيد حميد شباط صافي صابولية البطاقة ديال الانتماء لحزب الاستقلال، وأنا بهذه المناسبة أؤكد أنني لا أنتمي إلى أي حزب سياسي مغربي، وليست لأي نية ديال الانتماء لأي حزب سياسي. كل ما في الأمر ككل المواطنين المغاربة أنا أطرح تساؤلات وأنتقد عندما يكون الأمر يتطلب أو يتطلب انتقادا، هذا كله ما في الأمر. هشام أغازبور يقول نزار بركة هو الذي تتوفر فيه الكاريزما ديال رجل الدولة. يعني بيني وبينك أنا سمعت السي نزار بركة كيتكلم، بالنسبة لي أنا نقارن نزار بركة مع بوعيدة
يعني كاين فرق السماء مع الارض، طريقه الكلام ديال السينيزار. دابا هذا هو المشكل اللي واقع لنا في المغرب، هو ان يمكن الشخصيات كتكون يعني عندها واحد المستوى الثقافي اللي هو عالي جدا وعندها واحد التكوين عالي جدا، ولكن ملي كنجيو لمرحله التواصل عندنا واحد الضعف قاتل عند الزعماء السياسيين، لا اخنوش لا العثماني لا نزار بركه، شويه الاصاله والمعاصره من عهد بن شماس الالياس العمري الرئيس الزعيم الجديد اللي غاب عليا الاسم ديالو، عندهم مستوى متوسط في التواصل، مازال ما وصلناش لانه يكون عندنا زعماء من الطينه ديال السيد بوعيده في التواصل، يعني السياسيين اللي عندنا في الواجهه الان واللي مرشحون باش انهم يصبحوا غدا رئيسا للحكومه، واحد منهم المستوى ديال التواصل ديالهم هو مستوى ضعيف جدا جدا. سي امنطاق، العنوان ما عجبكش هو عنوان ديال الحلقه، علاش؟ شنو هي الامور اللي كتخلي ان اخنوش ما يصلحش يكون رئيس للحكومه؟ غادي نرجعوا للعهد ديال دونالد ترامب في الولايات المتحده الامريكيه وما حمله دونالد ترامب من ايجابيات ومن سلبيات. اذا سي وهبي، شكرا سي علي على التذكير. دونالد ترامب هو واحد من رجال الاعمال الاقوياء، ومنذ سنة 1989 تكهن بأنه سوف يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعد بأنه غادي يمشي للشرق الأوسط وغادي يجيب الأموال طائلة من عند الناس ديال الشرق الأوسط، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية كتضمن لهاد الناس هادو نوع من الحماية. وقال يعني بصريح العبارة أنه بدون حماية الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من الدول في الشرق الأوسط ما تقدرش تحمي نفسها بنفسها، وكان له ذلك. لكن اليوم تنشوفوا يعني كخلاصة لهذه الفترة هذه اللي حكم فيها دونالد ترامب بإيجابياتها وسلبياتها، دونالد ترامب في الفترة ديالو ما شنتش الولايات المتحدة الأمريكية ولو حربا واحدة، يعني كرجل أعمال لم يوافق على ان المؤسسات العسكريه والمؤسسات المتخصصه في الصناعه العسكريه انها تضغط على رئيس الحكومه وتخليه يمشي يشن حرب فقط من اجل ترويج المعدات العسكريه والبيع والشراء الى اخره. يعني هذه نقطه ايجابيه سيسجلها التاريخ في سجل السيد دونالد ترامب، ولكن العقليه ديالو كرئيس ديال مجموعه ديال المؤسسات الاقتصاديه والماليه طغت عليه كرئيسا للحكومه، يعني كان كيتعامل كرئيس ديال الحكومه بحال اللي كيتعامل رئيس ديال واحد المؤسسه اقتصاديه او تجاريه، فتسير البلاد وكانها واحد الشركه تابعه ليه. وهذا الشيء هذا هو اللي كيخلينا الان نتخوف من وصول السيد عزيز اخنوش الى رئاسه الحكومه. السيد عزيز اخنوش تحتكر واحد العدد كبير من القطاعات في المغرب. الآن فقط الحديث عن ما يحدث في مدينة آسفي والمستشفيات ديال مدينة آسفي التي تفتقد إلى الأكسجين، الناس كيوجهوا الأصابع ديال الاتهام ديالهم إلى عزيز أخنوش مباشرة، لأنه هو المحتكر لهذا القطاع حسب ما يكتب في مجموعة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي. نتكلموا على المحروقات، الوقت اللي غادي يوصل فيه عاوتاني ليسانس والمازوت 13 درهم و 12 درهم غادي تمشي اصابع الاتهام مره اخرى الى رئيس الحكومه اللي هو عزيز اخنوش، بانه في نفس الوقت رئيسا للحكومه وفي نفس الوقت هو الشخص اللي كيغلي على الناس المحروقات. فكيفاش غادي يدير يوازن ما بين هاد الجوج ديال المعطيات؟ هو رئيس حكومه المفروض فيه انه يدافع على المواطنين ويضمن الحق ديال هاد المواطنين في اسعار اللي هي معقوله ومقبوله، وفي نفس الوقت هو متزعم قطاع ديال المحروقات وكيقلب على انه يحقق اكبر قسط من الارباح في هذا القطاع ديالو. اذا بطبيعه الحال غيبغي دائما ان الاسعار تكون مرتفعه، اذا كيف يمكن لرجل ان يقوم بخلق توازن ما بين الوظيفتين، وظيفه رئاسه الحكومه ووظيفه رجل الاعمال المحتكر لقطاع معين؟ المفروض انه بمجرد دخول رجل الاعمال للمجال السياسي خاصو يجي يواجه المواطنين ويقول لهم
أنا ابتداء من اليوم تنعين الشركة الفلانية المكلفة بالتسيير والتدبير هي اللي غادي تكلف بتسيير المشاريع ديالي، أو مثلا تنعين الابن ديالي ولا أحد أفراد العائلة ولا أحد رجال الأعمال هو اللي غادي يصبح المشرف الرئيسي للمشاريع ديالي. لكن هذا الأمر هذا لا يحدث في المغرب. رجل الأعمال بالإضافة لأنه يصبح رجل سياسة يستمر في القيام بكل الأعمال التجارية والاقتصادية ديالو. الناس كيشوفوه داخل الشركات ديالو، كيشوفوه كيترأس المجالس ديال الشركات ديالو، كيشوفوه كيسير المشاريع ديالو، وفي نفس الوقت كيشوفوه في الوزارة كوزير وكمسؤول على واحد القطاع اللي هو عمومي. وهذه هي حالة التنافي اللي ما خاصهاش تكون في المغرب. إذا واش رجل أعمال سواء كان السيد عزيز أخنوش ولا مولاي حفيد العالمي ولا أي رجل أعمال آخر، واش في المغرب يقدر رجل الأعمال يتفرغ للعمل السياسي في نفس الوقت اللي هو رجل أعمال ويتخلى على تسيير المشاريع دياله؟ أنا لا أظن، لأن أي رجل أعمال غيقول لك غير إلا مشيت أنا صافي الشركات غادي يضربهم الخلا. هذا واحد الهاجس اللي هو ساكن كل رجل أعمال مغربي. ما كانش رجل أعمال مغربي اللي يقول لك أنا غنقدر نمشي وعيني مغمضين وعارف بأن المشاريع ديالي غادي يبقاو غاديين وغيتمشاو مزيان. يعني أي رجل أعمال غادي يقول لك مثلا أخنوش أنا اليوم الثروة ديالي 3 مليار دولار، إلا مشيت غير عام وخليت المشاريع ديالي ما وقفتش عليها بيدي غنجي غنلقاها ولات مليار ولا أقل. إذا في ظل تواجد هذه العقلية في المغرب ديال رجل الأعمال الذي لا يريد ولن يقبل أن يتوقف عن الممارسة الاقتصادية والتجارية مقابل الاهتمام بمنصب سياسي، واش عزيز أخنوش هو رجل مناسب باش أنه يصبح رئيس ديال الحكومة؟ وجهة النظر الشخصية والمتواضعة ديالي الجواب لا. يعني خاصنا إطار مغربي اللي كتوفر فيه الكفاءة والحنكة والقوة في التواصل اللي غادي يتفرغ 100% للمشاكل ديال المواطنين. بالنسبة للأفراد الجالية المغربية، عزيز أخنوش أنا أول مرة غادي نسمعوه كيتواصل مع الجالية وكيهضر مع الجالية وكيعاود التربية للمواطنين انطلاقا من أوروبا. يعني حتى عرفوا بأن القاسم الانتخابي غادي يكون هو عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وبأن من المصلحة ديالو أنه يجيب أكبر عدد ديال المسجلين للحزب ديالو. في هذه اللحظة فقط عاد بدأ أخنوش كيتواصل مع أفراد الجالية المغربية. يعني سواء داخل المغرب في قطاع الفلاحي، في قطاع ديال الصيد البحري، القطاع ديال المحروقات، مجموعة من القطاعات اللي كيلعب فيها سيد عزيز أخنوش واحد الدور اللي هو مهم جدا، وما يمكن حتى شي واحد ينفي هاد القول هذا. أو لا خارج المغرب هناك مجموعة من القضايا التي تتخبط فيها الجالية المغربية، واش عزيز أخنوش شخص مناسب باش أنه يضمن هذا التوازن هذا ما بين تسيير المشاريع الشخصية ديالو وضمان حسن سيرورة هذه القطاعات وهذه المشاكل الكبيرة والكثيرة التي سوف يصبح مسؤولا عنها إن هو أصبح رئيسا للحكومة المغربية؟ إذن هناك مجموعة من التعليق التي تمر بسرعة، ويعني الأتباع ديال العدراوي لايف أو الأصدقاء ديال العدراوي لايف أنا كنعرف وجهات النظر ديالهم. الجواب هو لا. كنحاول نحيد واحد السيد اللي ملطخ لينا سميتو اللايف بالتعليق. الجواب هو لا، انهم لا يقبلون بتولي رجل اعمال، ماشي عزيز اخنوش باش الناس الاتباع ديالو او الناس اللي مخلصين باش انهم يدخلوا يكتبوا لنا تعليق في اللايف هنايا. الامر لا يتعلق بعزيز اخنوش كشخص كانسان كرب عائله، الامر يتعلق برجل اعمال. رجل اعمال سواء كان اخنوش ولا كان غير اخنوش في الوقت الراهن لا اظن انه الشخص المناسب لاداره شؤون الدوله، لاداره شؤون الحكومه، للاشراف على كم هائل من القطاعات. بالنسبه للجاليه المغربيه
يعني دائما تكون هناك لقاءات سواء في كندا، في الولايات المتحدة، في عدد من الدول ديال أوروبا. ونفس الكلام اللي كيرددوه الوزراء ديال الجالية هو أننا سجلنا المشاكل ديالكم والنقاط ديالكم، وغادي نرجعوا للمغرب وغادي نتناولوا هذه النقاط وغادي نلقاو ليها حل. الموضوع ديال الخطوط الملكية المغربية كان هو موضوع حاضر في جميع اللقاءات اللي حضروا لها جميع وزراء الجالية. من نهار أنا عرفت بأنه كاين عندنا وزير ديال الجالية في الحكومة، لكن ولو وزير واحد ما قدر يتخذ واحد القرار أو يدير واحد الخطوة إيجابية تعود بالنفع على أفراد الجالية المغربية. الملك محمد السادس اتخذ قرار كان له الوقع الإيجابي، خلى واحد العدد كبير ديال أفراد الجالية المغربية اللي ما كانوش عوالين أنهم يسافروا، وأنا واحد منهم والعائلة ديالي خلال العطلة الصيفية الجارية، خلاهم أنهم يمشيوا للمغرب وأنهم يعني يصلوا الرحم مع الأقارب ديالهم، يعني يبدلوا الجو ويفوجوا في عز هذه الجائحة وفي ظل هذه الجائحة. جلالة الملك كانت عنده واحد النظرة اللي هي نظرة خلقت توازن ما بين تحقيق الرغبة للجالية أنها تلتحق بالبلد ديالها، وفي نفس الوقت خلق واحد النوع من الانتعاش الاقتصادي بالنسبة للمغرب. إذن القرار الملكي كان عنده وقع مباشر على أفراد الجالية المغربية، لكن الوزراء المتعاقبون على هذه الوزارة هذه ما عمر شي واحد فيهم ما اتخذ شي قرار عنده وقع بهذا الحجم. إذن وزارة الجالية، مؤسسة الحسن الثاني المكلفة بالجالية، مجلس الجالية، هاد الوزارات هادو كاملين، هاد المدة الزمنية اللي دازت كاملة، أنا يعني التقييم ديالي المردودية ديالهم المباشرة على المواطن المغربي المقيم في الخارج هي صفر، هي لا شيء. كاين مجموعة ديال الإجراءات والقرارات والتقارير والكتابات والقيل والقال، وفعلنا وتركنا واجتمعنا وذهبنا وعدنا، ولكن الامباكت ريال على المواطن او على المهاجر المغربي صفر، ما كاينش. اذا حنا محتاجين لواحد رئيس حكومه اللي هو شاب، اللي هو مطلع على المشاكل ديال المواطنين، اللي هو فاهم اشنو كيجري وقادر باش انه يتخذ قرارات اللي يكون عندها تاثير مباشر على المواطن، على الحياه اليوميه ديال المواطنين. انا من كيجي رجل اعمال وكيبدا يتكلم معايا صرفنا 45 مليار هنايا ديال الدرهم، وهذا القطاع هذا خسرنا فيه 36 مليار، وهذا درنا فيه 16 مليار، المواطن كيضرب يدو للجيب ما كيلقى فيها حتى ريال. إذن هذا سياسي فاشل. هدف سياسي تيجي باش يدير الشو قدام المواطنين، باش يجي يبرر الخلصة ديالو، السالير ديالو، أو يبرر الهدف ديالو من التواجد في واحد المنصب معين، ولكن شنو كيقدم كمقابل على المواطن المغربي؟ حتى شي حاجه. اذا حنا محتاجين الوزراء ومحتاجين لرئيس حكومه اللي يفكروا انهم يتخذوا قرارات يحس بها المواطن، يكون عندها تاثير على المعيش اليومي للمواطن وللاقتصاد المغربي وللحياه العامه في المغرب باكمله. بغينا مسؤولين سياسيين اللي غادي يمشي مباشره للداء وغادي يحط الاصبع ديالو على الداء وغادي يلقى حلول لهذا الداء. اما رجل السياسه اللي غادي يبغي يجي يولي رئيس حكومه فقط باش انه يريكومبونسي الناس اللي هما معاه ويعطيهم مناصب وزاريه، انت راه وعدتك بوزاره النقل غنعطيها لك، انت وعدتك بوزاره كذا، انت بوزاره الصحه، انت غنعطيك وزاره العدل. اذا كان غير هذا الشيء علاش كيقلب الحزب السياسي، فنحن كمغاربه لا حاجه لنا بهذه الاحزاب السياسيه. إذا كان ملك البلاد غادي يتخذ واحد 10 ولا 15 القرار بحال القرار ديال تخفيض الأسعار ديال الرام في السنة، أوني بيان. قرارات اللي غادي تحرك الاقتصاد ديال البلاد، اللي غادي يكون عندها تأثير مباشر على المواطن، الأمور راه بخير وعلى خير، لا حاجة لنا كاع حنا بهاد السياسيين. إذا العقلية السياسية مطالبة باش أنها تغير. رجل الأعمال في هذه الفترة هذه الآن حاليا غير صالح باش أنه يكون رئيس للحكومة. غتقول لي شكون اللي صالح؟ صالح رجل ديال الإدارة،
واحد من القطاع اللي خدم 20 30 سنة في القطاع ديال الصحة، ودارس مجموعة ديال المراتب داخل الوزارة، فهم الشادة والفادة داخل الوزارة، واحد كيدير البحث العلمي وعارف القطاع اشنو خاصو، اصلاح يكون رئيس ديال القطاع. لان هذه امور اللي انا طالبت بها مرارا، هو انه تكون عندنا واحد اللجنه ديال تدبير الشان العام لمده معينه الى حين خلق احزاب سياسيه جديده اللي غيمكن لها تندمج مع المواطن المعاصر ديال القرن الواحد والعشرين، ماشي بحال الشجر، ماشي بحال مجموعه ديال رؤساء الاحزاب اللي كيجي كيتكلم في القنوات التلفزيه كتستشعر وكانك كتصنت على شي واحد كيهضر معاك 1970 ولا 1950 ولا. اذا عندنا مجموعه ديال السياسيين ديال رؤساء الاحزاب اللي للاسف الشديد هرب عليهم القطار، ما صالحينش الان للممارسه السياسيه، ولكن باقيين متشبثين بالكراسي وما غاديش يمشيو من هذه الكراسي هذه الا بامر ملكي. هذا الشيء هذا اللي احنا محتاجين ليه. الناس تقول لك لا، خاص الديمقراطيه وخاص اللعبه السياسيه. اللعبه السياسيه ان كانت تضر بالمصلحه ديال المواطن، هذه الاحزاب السياسيه تساهم في خلق واحد النوع من الشتات داخل المجتمع. ها هما صحابها هما خوتها هما احبابها، ماشي عارض على شيء. اليوم هما غيبداو يجبدوا الاسرار ديال بعضياتهم، وهذا كيسب في هذا، وهذا كيعاير في هذا، وهذا كينقص من شان هذا، بدل ما يقدم ليك العثماني اشنو هو المقترح ديالهم الى عاود رجعوا لرئاسه الحكومه. هو قال بسم الله، رجع كيعاير في اخنوش، علاش فرقتي القفه الرمضانيه؟ احزاب ما بقاش عندها ما تقدم للمواطن، ما عندهاش مقترحات، ما عندهاش واحد المنظور للمستقبل للغد. احزاب فقط للاستهلاك، كتجي باش تستهلك واحد الميزانيات وتفرقها بيناتها وانتهى الامر. إذا نحن في المغرب بحاجة إلى إداريين، إلى كوادر إدارية تشرف على تسيير القطاعات. إحنا محتاجين الناس اللي عندهم خبرة، اللي تدرجوا في القطاعات ديالهم وكونوا واحد الخبرة كبيرة، وكيهمهم أن القطاع يتصلح. أما أنت كتجيب واحد المهنة دياله مثلا محامي، وكتعطيه قطاع ديال الصحة فقط لأنه كينتمي لواحد الحزب اللي فاز بالانتخابات كما جرى مع حزب الاستقلال. حنا كنشوفوا يعني الفتره اللي قضت فيها السيده ياسمين بادو على راس الوزاره ديال الصحه، بينما التكوين ديالها هو تكوين ديال المحاماه، كنشوفوا النتيجه كيفاش دايره. الانسان كيجيب باش يمشي يشري الديور في فرنسا ويتبرع ويتقدى ويخرج للخارج ويجيب الكادويات ويجيب الهدايا ويعمر لي فاليز، هذا هو الهم وهذا هو الهاجس الوحيد دياله. لكن الاداري والاطار الذي يتدرج في القطاع تيكون الهم دياله هو ان هذيك المؤسسه اللي كيشتغل فيها يكون عندها شان ويكون عندها مستقبل وتنمو وتزيد القدام وتقدم خدمه في المستوى للمواطن. اذا غادي نشوفوا بعض التعاليق. كيقول لاحد المعلقين، انا كنظن بان اخنوش غادي يكون احسن من العثماني، هذا في حاله ما لو انه انقرضوا رؤساء الحكومه في العالم، ما بقاوش الناس يقدروا يشغلوا هذا المنصب، بقاو عندنا غير جوج. الا هما بقاو عندنا غير عثماني واخنوش، وما بقاش عندنا شي حل ثالث اننا نختاروا يا اما هذا يا اما هذا. ايه عندك الصح، غنقولوا بان اخنوش هو اوفر حظا بانه يكون احسن من العثماني، ولكن حنا راه عندنا الملايين ديال الاشخاص في المغرب اللي يقدروا يتولوا هذا المنصب هذا. ولكن للاسف الشديد اللعبه السياسيه كتفرض علينا على ان هاد الاشخاص هادو خصهم يدخلوا للحزب السياسي، وخاص الحزب السياسي ديالهم يوصل هو الاول في الانتخابات باش يتم اختيارهم يكونوا في رئاسه الحكومه. ولكن في ظل تواجد اشخاص بحال اخنوش اللي هما اقوياء بالمال ديالهم، او نزار بركه اللي هما اقوياء بالتاريخ ديال الحزب ديالهم، او في حزب العداله والتنميه اللي هما اقوياء بالتماسك ديال الكتله ديالهم، ميمكنش الناس بحال بوعيده والناس اخرين اللي هما مؤهلين باش يكونوا في هذا المنصب، للاسف الشديد ما عندهمش كيفاش يديروا يوصلوا ليه. اذا واش اخنوش حسن من العثماني ولا العثماني حسن من اخنوش؟ حنا هذا الجدال هذا ما غاديش ندخلوا فيه، وما عندوش مكانه باش اننا نناقشوه او نخيضوا فيه. اذا رشيد اقواد كيقول شنو دار اخنوش في القطاعات اللي شرف عليها خلال هذه السنوات هذه كامله؟ اذا هذا سؤال كنطرحوه. اخنوش تيقول بانه الى اصبح رئيس حكومه غادي يصلح البلاد. واش فعلا صلحتي قطاع
الصيد البحري، واش فعلا قطعت صلحتي القطاع ديال الفلاحه ديال المياه والغابات؟ واش هاد القطاعات هذه اللي انت تشرف عليها واش فعلا وجدتي لها حلول؟ واش تصلحات في العهد اللي انت كنت فيه وزير على هاد القطاعات هذه؟ اذا هذا سؤال المفروض ان السيد اخنوش هو اللي يجاوبنا عليها. اخنوش سنين هو في الحكومه السلطه المطلقه ولم يستطع تدبير قطاعات. اذا نفس الفكره ان السيد اخنوش اذا كان كرئيس حكومه غادي يصلح الوضع في المغرب كان يصلحه في القطاعات اللي هو مسؤول عليها حاليا. المجلس الاعلى اخترق كما اخترق مجلس المنافسه، هذا هو الاشكال. أقول كمواطن بسيط، لا يستحق أي حزب من الأحزاب الموجودة حاليا في المغرب أن يقود الحكومة، كلهم مفسدون إلا أشخاص مفسدون ينتقلون من حزب إلى آخر. وهذا الموضوع هذا ديال الانتقال السياسي يعني شوها بكل المعايير بكل المقاييس، هذا الشيء ما تنعيشوش هنا في كندا. كتجي الانتخابات اللي في البارتي ليبرال كيبقى في البارتي ليبرال، اللي في مع لي كونسيرفاتور كيبقى مع لي كونسيرفاتور. يعني كتسمع واحد الحالات قليله جدا، تتسمع حاله ولا جوج كاع في حمله انتخابيه. حنا مجرد ما كتبدا الهضره على الانتخابات كتسمع كمشه مشات من الاتحاد الاشتراكي عند الاحرار، مجموعه مشاو من الاحرار مشاو لحزب الاستقلال، من حزب الاستقلال مشاو للعداله والتنميه. بمعنى ان هاد الناس هادو راه ما جايبهمش السياسه، ما جايبهمش الممارسه السياسيه، ما جايينش باش انهم يحققوا شي حاجه للشعب، جايين باش يحققوا اشياء لذاتهم وتوصلوا لنتيجه انهم ما يمكنش ينفعوا راسهم في ظل التواجد ديالهم في حزب معين، اذا خاصهم ينتقلوا لحزب اخر. المغرب خاصه الاستثمار وخلق فرص الشغل. اذا سي علي شكون هو الشخص اللي كتشوفه مناسب باش انه يساهم في خلق الاستثمار وخلق فرص الشغل في المغرب؟ سيد احمد سيقول لنا كرويفو كو لي بارتي بوليتيك اون سوفيزامون دو بوفوار بور ميتر ان ابليكاسيون لو بروجي؟ على الاقل تكون عندهم غير القوه الاقتراحيه. انا غير ملي يخرج يهضر معايا وزير ولا رئيس حزب يتكلم في القنوات التلفزيونيه ولا عندهم القدره باش انهم يتكلموا كاع في المواقع الاخباريه مقابل واحد المبالغ زاهده، كاين يعني مواقع اخباريه اللي كتصدر المشهد في المغرب كتطلب واحد المبلغ ديال 20 30 الف درهم باش يدوز زعيم سياسي ويتكلم. دونك غير يجي يهضر معنا يقول لنا يا ودي راه البرنامج ديالنا هو كذا وكذا وكذا والتطبيق ديالو غتكون فيه النتائج الف باء تاء. ما عندناش، عندنا ناس كيجيو من اجل التراشق فيما بينهم. الهدف الاول والاخير هو المصلحه ديالو، هو كيفاش غادي يدير حقها من خلال التقدم ديالو لهذه الانتخابات. اذا نفس التعليق ديال ان اخنوش غادي يكون احسن من العثماني، نجربوا صحاب الشكاره ونشوفوا الان، تقول احد المعلقين. السير عدراوي، البلاد محتاجه المسؤولين اللي غادي يحلوا المشاكل ديال البلاد والاحساس بالمواطن المقهور وليس لرجال الاعمال الذين تهمهم سوى المصالح ديالهم. هل فعلا تم تداول صوره اشهار حزب الاحرار في مواقع؟ نعم، هذه الصوره اللي دازت قدامي بارطاجوها ناس صحفيين اللي هما مرموقين في المغرب ومشهورين وعندهم اسم في الميدان الصحفي في المغرب، بارطاجوا الصوره بجميع المعطيات فيها. الجمع ما بين المال والسلطه هو الفساد، لوبي المحروقات كمثال. لان نرتكز على هذا ما نقول على التجربه اللي دازت في المحروقات. المفروض ان سي اخنوش بصفته مسؤول على وزاره وبصفته فاعل مهم جدا في القطاع ديال المحروقات، مجرد ما خرج التقرير ديال البرلمان كان اخنوش بدون ما يقدم له الدعوه حتى شي واحد، هو كان خاصو يظهر في جميع المنابر الاعلاميه. هذا هو رئيس الحكومه الناجح، كيجي كيبين لك وكيبرهن لك بانني قادر نتحمل المسؤوليه، ويجي ويدافع على القرارات ديالو، على القطاع اللي هو مسؤول عليه، على القطاع اللي هو فاعل
كبير فيه ويفند الكلام الصادر عن هذه الدراسة اللي خارجة من المجلس التشريعي. إذا هذه ماشي دراسة دايرها واحد المؤسسة حرة، مؤسسات حرة كتبيع وكتشري، كتقدر تمشي عند المؤسسة تخلصها تقول لها وقع واحد المبلغ مالي وخرجي لي واحد التقرير فيه كذا وكذا وكذا، ولكن هذا الشيء هذا خارج من عند البرلمان، ولا يمكن الطعن في هذا الكلام لأنه صادر عن المؤسسة التشريعية. ما يمكنش البوانو والبلافريج يجيو يزوروا أرقام ويزوروا أمور ويخرجوها لنا في البرلمان. إذا كان المفروض على أن الوزير عزيز أخنوش ورجل الأعمال عزيز أخنوش بهذا الصفتين الاثنتين كان من المفروض عليه أنه يجي أمام المواطنين في البرلمان في القنوات التلفزية في المواقع الإخبارية ويقدم لنا لا فيرسيون ديالو ويفند هذا الكلام، ولكن في ظل غياب مثل هذا النوع من التواصل ما كيخلي لكش حتى شي حل آخر إلا أنك تصدق هذه التقارير. إذا بالنسبة لك ما جاتش لا فيرسيون نيميرو 2، جات عندك غير فيرسيون وحدة صافي كتسيقها. إذا الشيء اللي خرج من المؤسسة التشريعية هو كلام صحيح. إذا هاد الناس ربحوا 1700 مليار ديال الدرهم وما ردوهاش لخزينة الدولة وما مسوقينش لهذا الشعب. إذا واش هاد الناس هادو إلا وصلوا أنهم يكونوا في رئاسة الحكومة ما يبقاوش مسؤولين فقط على قطاع المحروقات، يوليو مسؤولين على القطاعات كاملة، واش غادي يتصرفوا بنفس الطريقة؟ أولا غادي يغيروا الطريقة ديالهم وغادي يصبحوا كيتعاملوا بطريقة مختلفة. إذا حنا عندنا حالة وحدة نرتكز عليها وهي اللي بناء عليها نصل إلى هذه الخلاصات اللي الآن نحن بصددها. إذا مادام هاد الناس تعاملوا بنوع من التعالي على المواطنين وما قدموش الشروحات المستفيضة في الموضوع المتعلق بال 1700 مليار، فهما ناس ما كيصلحوش أنهم يسيروا حكومة بأكملها، ما كيصلحوش يكونوا مسؤولين على قطاعات متعددة. إن لم يحسنوا التصرف في قطاع واحد فلن يحسنوا التصرف في القطاعات الأخرى. لأن هعلاش كنوصلوا لكونكلوسيون بأن رجل الأعمال لا يصلح أن يكون رئيسا للحكومة. سي حمد تيقول أخنوش كارثة بما تعنيه الكلمة من معنى. آدم تيقول المشكل ماشي المازوت حاليا، أخنوش استغل الفرصة ديال كورونا وبدا كيبيع لنا الأكسجين باش بغى. واش صحيح أن السعر ديال الأكسجين مرتفع؟ المفروض أنه في ظل الجائحة الأكسجين خاصو يكون ملك ديال الدولة. الان الا كانت الا كنا كنعيشوا واحد الازمه اللي عندها تاثير مباشر على البلاد باكملها، فالتدبير ديال هذا القطاع هذا ما خاصوش يبقى في يد شركه معينه كتفكر في الارباح. خاص يكون هناك تاميم لهذه الشركه، وخاص هذا القطاع هذا او لهذا المنتوج هذا، لان حياه المواطنين تتوقف على هذا المنتوج. اذا هذا المنتوج هذا خصو يصبح حكرا على الدوله هي اللي تصرف فيه، وخاص المستفيد منه يكون هو المواطن في جميع المدن ديال البلاد، ماشي فقط شخص واحد كيربح منه الاموال. هذا ما بقاش بضاعه غادي نربحوا منها الفلوس، لا، هذا اصبح واحد الماده اللي كتوقف عليها الحياه ديال المواطنين. اذا ما خاصهاش تبقى تحت امره شركه معينه، بل خاصها تولي مسؤوليه ديال الدوله. علي النصيري، انا ما كندافعش على اخنوش. سي علي اللي كيبدا التعليق ديالو بهذه الجمله هذه ديال انا ما كندافعش على فلان، يعني كتكون نيه مبيته ديال الدفاع. غير دخل نيشان في الموضوع بلا هذه المقدمه. المغرب في هذا الوقت خاصنا فرص ديال الشغل والاستثمار، واش كتظن بان اخنوش غادي يوفر لك فرص الشغل والاستثمار؟ هذا هو السؤال. والصحه والتعليم، حزب العداله دار تحرير ديال التعليم والتحرير ديال المحروقات، خاصنا نسميو الاشياء بمسمياتها. يخلصوا غير الضرائب اللي عليهم، كيقول السي عبد اللطيف السباعي. السيده منيب، المراه الحديديه ذات الافكار الثاقبه والبرنامج الانتخابي، واش كظن السي فرجي واش كظن بان فقط مجرد الرغبه في التغيير؟ واش السيده منيب المراه الحديديه اللي الاتباع ديالها يعدون على رؤوس الاصابع
واش غتكون قادره انها في ظل تواجد اشخاص من طينه اخنوش وملاحفه العالمي ورجال الاعمال الاخرين الكبار في المغرب، وايضا المؤثرين السياسيين اللي من 1960 هو داخل قبه البرلمان. واش كتظن بان منيب غادي تبقى مراه حديديه في وسط هاد الناس هادو، وغتكون عندها القدره على تليين عقول هاد الناس هادو؟ انا لا اظن ذلك.